يعني اللخبطه اللي حصلت في القرعه دي حرمتنا من مشاهده كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، بس جابت لنا الكوميكس اللي كانت مشهوره جدا من 3 4 شهور فاتوا، الكوميكس بتاع لو ريال مدريد لاعب باريس سان جيرمان وميسي اتخانق مع كازيميرو، سيرجيو راموس هيروح يعمل ايه بقى؟ سبحان الله يا اخي. دلوقتي احنا جينا لمرحله الجد بقى، هل لو الخناقه دي حصلت في الملعب ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي هو يا باشا طب واحنا مالنا من الكلام ده؟ انا كمشجع لمانشستر سيتي احنا قاعدين مرتاحين يا باشا، يجي لي فيا ريال، يجي لي سبورتنج لشبونه، يجي لي كمان بنفيكا، يجي لي بورتو، انا قاعد للحاجات دي، احنا قاعدين احنا كده كده بنجيش غير دور الثمانيه اساسا، بنجيش احنا موضوع دور 16 ده، احنا كده كده جايين دور ثمانيه بس، ودور ثمانيه بنبدا نلعب فرق كبيره، انما دور 16 والحاجات دي بتاع المجموعات احنا كده كده الفرق التعبانه بنلبسها في المجموعات، بس السنه دي يعني لبسنا باريس سان جيرمان، بس الحمد لله كملنا بنفس المنهج اللي احنا عليه في دور الثمانيه وجالنا سبورتنج لشبونه، في القرعه الاولى جالنا فيا ريال. موضوع القرعه الاولى ده يعني اليوم الوحيد اللي ما حضرش فيه القرعه لايف ويكون عندي فيه تمرين كلاوديو رانييري يجي عامل فضيحه كبيره زي اللي حصلت دي، اللي هو انت نسيت ازاي يابا مانشستر يونايتد ونسيت اتلتيكو مدريد. طب بس بصراحه يعني بصراحه الحق يقال يعني ريال مدريد ذنبه ايه في ام النعمه دي؟ يعني انا بسم الله ما شاء الله طلع لي بنفيكا واطلع في تاني مره يطلع لي باريس سان جيرمان، ده انا لازم اعترض بصراحه يعني الناس لازم تعترض لان حرام بصراحه. انا ذنبي ايه كفريق ان انت مش عارف تنظم الحفله؟ انا مالي، انا مالي ان واحد من الديون بتاعتك لخبط الورق ولخبط الكور، انا مالي انا يا باشا، انا مالي انت مش عارف تنظم، انا مشكلتي ايه؟ عيد في الكور اللي انت لخبطت بيها، انما تعيد القرعه من اول وجديد ظلم ظلم ظلم. بس بصراحه ناجل سمان وبايرن ميونخ محظوظين شويه، اتلتيكو مدريد برغم المشاكل اللي هو فيها بس سالزبورج افضل بكتير جدا، سالزبورج تعمل عليه سكور وانت مستريح. ليفربول ما عندوش حظ لان ليفربول كان طلع له سالزبورج وليفربول جاله بعد كده انتر، فحرام بصراحه. اما برضو من الفرق المحترمه زينا كده احنا وبايرن ميونخ تشيلسي، تشيلسي كده كده اللي هو هات لي اي حد بس صلى النبي، هات لي اي حد كده بس ابعد لي عن باريس سان جيرمان، يعني هات لي اي حد لباريس سان جيرمان في التواني. اديني فيا ريال، اديني سبورتنج، اديني انتر عادي ما عنديش اي مشكله، اديني حتى بنفيكا ما عنديش اي مشكله، بس انك تروح تديني فرقه زي ليه؟ لا انت كده عملت معايا الواجب والزياده بصراحه، بصراحه انت كده عملت معايا الصح. اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، اعتقد ان مانشستر يونايتد يمكن عنده افضليه ان معاه كريستيانو رونالدو، وسيميوني لما بيشوف رونالدو كده بيترعب، فيمكن دي الافضليه الوحيده اللي متاحه ليونايتد ضد اتلتيكو مدريد، غير برضو ان احنا مش هنقعد نعيد ونزيد فان اتلتيكو مش شايف قدامه. فيا ريال يوفنتوس يعني كده كده فرقتش كتير بالنسبه لاوناي امري، كان لابس سيتي راح لابس يوفنتوس ودلوقتي عنده فرصه مشابهه لفرص يوفنتوس في الصعود. انتر ميلان وليفربول، اعتقد ان ميلان هيعاصلك شويه مع ليفربول بس ليفربول هيكون ليه التفوق، واتمنى ان دينامو يكون حاضر ومعلم على الطليان. ريال مدريد باريس سان جيرمان، دي بقى المواجهه اللي احنا قاعدين نتكلم فيها. انا عن نفسي كمشجع برشلوني اتمنى ان باريس سان جيرمان يصعد، بس ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا لسه مقتنعين ان اول ما بيسمعوا نشيد الموضوع بيتغير وبيبقى فيه روح من اول وجديد، فبنتمنى ان احنا نشوف باريس سان جيرمان وريال مدريد بيعملوا ماتش قوي واللي يصعد يصعد، كده كده مش فارق لنا حاجه لان احنا الحمد لله تابعنا قرعه اليوروبا ليج من اول مره من 20 سنه وعرفنا ان برشلونه هيلعب نابولي، بس عدينا وقلنا خلاص يعني الحمد لله احنا مالناش دعوه بالبطولات القذره اللي بيقعدوا يعيدوا القرعه دي اللي هو يا اخي ده اسر ديل يزعر، بس ما عندناش مشكله اسر ديل اسر ديل. بايرن سيتي تشيلسي اتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد ده توقعات انا توقعاتك انت براحتك يا معلم، اتلتيكو مدريد يوفنتوس ليفربول باريس سان جيرمان، دي توقعات يا معلم، انت بقى توقعاتك ايه؟ مش هقعد اعمل لك كده واقول لك حركت لك التوقعات، لا للاسف ما بعرفش اعمل كده، اللي بيعمل كده محمد عدنان لوحده، ليس هذا يا معلم، مش هقعد بقى نتكلم بمنطقيه ومش لان التوقعات عباره عن هبد وانا هبتلك الهبد، انت بقى قول لي رايك في الكومنتات واهبد على مزاجك بقى في التوقعات.